مسالك ولا كان غني وفقير ولا عبد ولا مالك لما اتخلقوا البشر ومشوا في مسالك ولا كان غني وفقير ولا عبد ولا مالك طمعوا البشر في البشر دخلوا في للحالك طمعوا البشر في البشر دخلوا في للحالك ناس عندها ملايين وناس طلب وأحزان لكن ما بينهم ناس رمانة الميزان رمانة الميزان لما اللي فوق يفتروا يصوروا مالك يا ماما؟ قلقان على باباك قوي. في حاجة في حياته أنا مش عارفاها، مش مطمنة، حاجة غريبة، حاجة غلط. غريبة غلط ازاي؟ لسه مش عارفة بس ضروري أعرف. إيه يا فريد؟ أنا عمري ما شفتك متضايق كده، إيه مالك؟ مش عارف اعمل، الدنيا متدربكه كلها فوق دماغك. كل ده عشان ابنك سافر؟ ابني مين؟ ابني خلاص بقى راجل، هيعرف يسلك زي ما انا سلكت زمان. انا حالي كان حلت حاجه. يبقى مفيش غير موضوع لواحظ. اه بصراحه ما بيليلنيش الليل، مش عارف هي فيها فين، راحت فين، مش فاهم. طب لما تخلف هتعمل ايه بالواد؟ الله، مش يمكن تاخده وتروح لرجاء تقول لها ده ابن جوزك؟ يا سيدي انت هتقدر البلاء قبل وقوعه، اما بيحصل بيعدلها ربنا.
فريد انا عايزك اللي من دول تركز في موضوع الانتخابات. انتخابات ايه بس وبتاعي؟ انا مش فاهم يا سيدي. انا مش عايز ارشح نفسي، مش عايز انتخابات. انت مش عايز، لكن الناس الكبيره عايزه. وبعدين احنا سايبينك براحتك الفتره اللي فاتت، ما عملتش اي حاجه. انا فوزي خلاني قمت بعمليه لوحدي. حقك محفوظ فيها، ما تقلقش. انا المهم عندي انك تركز في موضوع الانتخابات اللي من دول. الوضع عطا مجهز لك كل حاجه، بس زي ما فهمتك حاول تبدا بسكان البيت اللي انت تربيت فيه. مش لازم السكان كله، انا خلاص رحت للراس الكبير. مساء الخير. مساء النور يا وجدان. انت خلاص قررتي تسافري اسكندريه بكره مع وفاء؟ ايوه، لقيتها فرصه عشان دماغي بطل شويه تفكير. تفكير في ايه بس يا حبيبتي؟ ده قدر ومش واقع عليكي لوحدك. فعلا مش لوحدي، عمال كتير وموظفين اتوفروا ومش عارفين يعملوا ايه. ربنا يكون في عون اللي عندهم مسؤوليات وما حلتهمش غير مرتبهم. يا ترى هيعملوا ايه؟ ايوه ايه؟ الله، مساء الخير. مساء الخير يا سلمى. ازيك يا وفاء؟ ازيك انت؟ يعني شايفاكي محضره الشنطه اهو. لا، ما انا جيت لقيتها محضرها. مش انت قلتي لي هنسافر بكره بدري؟ ما انا علشان كده قلت اجي ابات معاكوا وننزل من هنا بدري. بقول لك ايه يا وفاء، انت تسيبي بيت الطالبات اللي انت قاعده فيه ده وتيجي تقعدي معانا لحد ما تروحي على بيت جوزك. الله، حلوه قوي كلمه جوزك دي. ربنا يخليكي ليا يا قمر. يا حبيبه قلبي، ربنا يطمني عليكي يا رب ويسعد لك ايامك. عقبال ما تطمني على سلمى كده ان شاء الله. ان شاء الله. معقوله يا فريد؟ معقوله تبقى شايل هم وما تقوليش عليه؟ ده انا مراتك، عشره عمرك، مين يقف جنبك في شدتك غيري؟ بس الشده مفروضه عليا. عايزيني يا ستي ادخل الانتخابات وانا مش عايز. بقى هو ده الموضوع اللي قلقك وتعبك؟ وانا عماله اقول يا ترى ايه الموضوع اللي واخد فريد مني، وعمال اسال نفسي ليل ونهار. يا ترى مالك يا فريد؟ اصله مفروض عليا وانا مش قادر اقول لا. ليه ما تقولش لا؟ المصالح، مصالحي ومصالح رجال الاعمال زمايلي والناس الكبار كلها بتقتضي ان يكون في حد جوه المجلس يدافع عن مصالحها. طيب يبقى انت قلقان ليه بقى؟ خايف لاسقط. معقول هتسقط وانت نازل في حتتك؟ هي ما هو لازم ولاد حتتي كلهم يقفوا جنبي. بسيطة، ده أنا ألف عليهم بيت بيت وأتكلم معاهم. أنت عارفة ممكن مين اللي يفيدنا في الحكاية دي كويس أوي؟ مين؟ وجدان أختك. يا سلام، بسيطة، الصبح أكون عندها. وأنا كمان هروح للأستاذ زهدي، هو متفق معايا إنه يجمعهم كلهم عنده فوق في السطح. أديني هتكلم معاهم، هو كمان له تأثير قوي جدا عليه. اول ما عرفت ان هو نازل الانتخابات في الحته اللي اتربى فيها او البيت اللي اتولد فيه، قلت مين هيقف جنبه غير ولاد حتته؟ اولهم وجدان طبعا. يا حبيبتي، مين هيقف جنب جوزي غير اختي؟ يا حبيبتي انا فرد، المهم الناس، الحي كله. برافو عليكي. انا عشان كده جيت لك يا وجدان، عشان تدليني اعمل ايه اساعد بيه جوزي. انت برضو طول عمرك واعيه وفاهمه كل حاجه. ما هو عشان انا فاهمه بقول لك اجلي مساعدتي دلوقتي. هو في ايه وجدان؟ انت مش موافقه انه ينزل الانتخابات؟ يا رجاء، قلت لك انا فرد، المهم الناس دي تقول رايهم. هو فوق دلوقتي عند دكتور زهدي وهو نازل هيعدي علينا. انت بقى يا وجدان قولي له الكلام ده، يعني قولي له يعمل ايه مع الناس اللي انت بتقولي عليهم دول علشان يقفوا جنبه. أنا خلاص ركبت نجفة وتعبت، كفاية لحد هنا. شايفة يا سلمى الرجالة؟ لا هما حمل تعب ولا حمل شغل. برافو عليكي، أوحتيلي الفكرة اللي هكتبها في السيناريو الجديد. فكرة إيه بقى؟ الصراع الأبدي بين الرجل والمرأة على من يكون الأقوى. وقد بدأ الصراع، اتفضل روح هات اللمض من على السفرة وركبها في النجفة. حاضر. الدكتور زهدي وعدنا ان احنا نقعد مع بعض قريب. خلاص، انا هعدي على سكان العمارة احدد معاهم الميعاد اللي يناسبهم وتتقابلوا كلكم عند دكتور زهدي. تقدم لهم البرنامج بتاعك وتقول لهم انت عاوز تعمل لهم ايه بالظبط، زي ما قلت للدكتور زهدي.
وربنا يسهل. شوفوا يا جماعه، احنا لازم نتفرغ للرفات المسرحيه الفتره اللي جايه دي كلها، خصوصا انت يا حنان. اشمعنى انا بالذات يعني؟ ايه يا بنتي، انت ناسه البطله المسرحيه دي ولا ايه؟ والمسرحيه دي لازم تتعرض في امتحانات اخر السنه، ده هنخش بيها المسابقه. انا كل ما بسمع الكلام ده بخاف قوي. طيب عشان ما تخافيش سيبي لي نفسك خالص، اسمعي ملحوظاتي كويس قوي، واقري المسرحيه مره واتنين عشان تعيشي مع نوره البطل وتعبري عن كل مشاعرك. ايوه بس انا مش هقدر اوعدك بكل ده غير لما ماما تقتنع اصلا. ايه ده؟ هي مش مامتك كانت موافقه؟ طبعا موافقه، انا مش ضد الفن والمسرح بالذات، انا بحبه قوي، ده بالفنون. الله يا ماما، انا هقول كلامك ده لعليك. مين علاء ده؟ ده مخرج العرض. بس انا اهم حاجه عندي بقى ان البروفات ما تاثرش على المذاكره. يا حبيبه قلبي ما تقلقيش عليا، انا الحمد لله حاسه ان في حاجه جوايا بتتغير للاحسن. خلاص بقى، ولا هممني مونيا ولا اي حاجه ولا النادي كمان، انا اهم حاجه عندي دلوقتي المذاكره والمسرحيه. انا كنت واثقه من ده. المهم يوم الافتتاح لازم كلكم تبقوا معايا. طبعا هنبقى موجودين، وهقول لعمك زهدي كمان والجيران كلهم يبقوا موجودين. كلنا هنبقى موجودين. يا حبيبه قلبي ما عندكيش فكره، انا هبقى سعيده قديه وانا شايفاكي كده واقفه على المسرح، وخصوصا بقى وانت بتمثلي اصعب مشهد في المسرحيه، لما نوره اخذت موقف وخرجت وقفلت الباب وراها، دي كانت اول صرخه نسائيه في الادب العالمي. ايه ده يا ماما، انت عارفه المسرحيه كويس جدا، انت بتتكلمي زي علاء بالظبط وهو بيشرح لنا المسرحيه. ما هي امك طول عمرها بتحب تقرا في الفن وخصوصا في المسرح. بابا كمان يا ماما كان بيحب المسرح قوي مش كده؟ بابا لو كان موجود كان يبقى فرحان بيكي قوي. ماما انا عايزه اطلب منك طلب. خير يا حبيبتي؟ بكره بعد البروفا فايزه عزماني عندهم على الغدا عشان مامتها كمان تتعرف عليا. انا من زمان وانا عاوزاكي تتعرفي على زمايلك في الجامعه. وانا كمان يا ماما، عارفه انا حاسه ان فايزه دي هتبقى صاحبتي الانتيم بجد. لما نشوف بجد. ومامتك وباباكي قالوا ايه؟ قالوا لي احنا بنثق في اختيارك، بس يا ريت تيجي يزورنا في البيت. يعني انا ممكن اجي ازوركم في البيت كده عادي؟ وليه لا؟ مش انا جيت لك قبل كده البيت وزورتك؟ ايوه بس انت يعني جيتي لي في ظروف كانت صعبه عليا. لكن الحمد لله هي عدت وخرجت منها احسن ما دخلتها. وقفتك جنبي يا دانيا هي اللي ساعدتني اخرج منها. انا مبسوط اني عرفتك قوي يا دانيا. وانا كمان يا رامي مبسوط اني عرفتك. يا اهلا وسهلا. يا اهلا ماما، اقدم لك حنان زميلتي اللي حكيت لك عنها. حنونه اموره وطعمه وصقوره زي ما فايزه وصفتك بالظبط. اتفضلي يا حبيبتي. متشكره قوي يا طنط مرسي. منورانا ماما. احنا الاثنين عصافير بطننا بتصوصف. الاكل جاهز، بس انا بقى مش هحط الاكل الا لما اخوك يجي عشان ناكل كلنا مع بعض. يا ماما اخويا بتاخر وبعدين لسه عنده شغل كتير قوي. اهو جه. السلام عليكم. وعليكم السلام. علاء؟ ايوه يا ستي. المخ ازيك يا ماما؟ انا جعان جدا. عينيا ليك يا حبيبي، حالا الاكل هيكون جاهز. ايه ده انا مش فاهمه، يعني علاء اخوكي؟ ايوه هو اخويا وانا اختي. طب ما قلتليش ليه؟ اولا حبينا نعملها لك مفاجاه، وثانيا علشان ما فيش حاجه في المسرحيه اسمها اختي واخويا، وكمان علشان ما حدش يتصور ان علشان هو اخويا ممكن يكون بجميل. هي فعلا مفاجاه يعني. انا مبسوط ان انت قبلت دعوه فايزه على الغدا النهارده. ميرسي قوي. لا ايه ده، انا وحنان بقينا اصحاب جدا بصراحه. حنان طول السنه ملهاش دعوه بزمايلها خالص، ده احنا حتى دايما بنقول انها مش زميلتنا اصلا، صاحبه امينه وبس. ايوه بس مونيا دي بنت خالتي على فكره يعني. انا عارف، بس انت ما كنتش شايفه غيرها في الكليه. معقول؟ معقول يا حسن؟ زي ما بقول لك كده، قضيه الارض هتنظر يوم السبت. معنى كده اني لازم اسافر عشان احضر الجلسه؟ لا طبعا انت ما تسافريش. ازاي؟ انا اللي هسافر مش انا المحامي في القضيه. اه طبعا، بس انا ما سافرش ليه؟ السفر موجب عليك وانا عامل اللازم، كتبت مذكره وجاهزه للمرافقه، وان شاء الله حسبت على عنوان التزوير بحكم المحكمه عشان بعد كده نقدر نرفع قضيه تعويض. المهم نثبت على عنوان التزوير ونطرده من الارض، ده راجل حقير ومزور. ان شاء الله هياخد جزائه. المهم اول ما تاخد الحكم كلمني على طول. طبعا، ودي عايزه كلام. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا حسن. وبعدين بقى احنا قلنا ايه، الناس اللي قريبين لبعض ما يشكروش بعض. الو،
ايوه يا حازم يا حبيبي، وحشتني يا نور عيني. طمني عامل ايه في شغلك؟ انا كويس يا ماما. لا لا يا حبيبتي، انا ما بقتش احس بوحده خالص. عارفه ليه؟ اصل انا اتعرفت على عطيه وعيلته، خاله واخته. مين عطيه ده يا حبيبي؟ عطيه صاحب الحنطول اللي بيوديني كل الاماكن في الاقصر، وبيشوف بقى طلباتي ويشوف انا محتاج ايه. عارفه ده عازمني عنده النهارده على عشاء. ياه للدرجه دي؟ مش بقول يا حازم صاحبك يبقى صاحب حنطور. على كل حال هقول ايه، ما انتش جايب حاجه من عندك، طالع لابوك كان دايما يحب الناس البسطاء. طب يا حبيبي خد بالك من شغلك وطمني عليك. مع السلامه حبيبي. الليله دي بقى هتاكل احسن اكل في الاقصر من ايد اختي لواحظ. اكل هتاكل صوابعك ورا. لا لا بفضلك خيرك، ممبار ولحم دراس، ده غير المحشي والفراخ المحمره والملوخيه. كل ده ليا؟ ايوه كل كل يا حبيبي، وزق على جوه، ما ينفعكش سمنه ينفعك قوه. يلا واحد عمال قول للراجل احلى اكل اكلك وهياكل صبعه وراه وعمال ابالك في الكلام. ما تقوم تحضر لنا العشاء لو واحد. حاضر من عينيا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا وجدان. امال وفاء فين؟ هتقعد في بيت الطالبات يومين ثلاثة، تدفع إيجار البيت وتجيب بقية هدومها وتقعد معانا لغاية الجواز. هما ما حددوش ميعاد الجواز بتاعهم إمتى؟ لسه، سمدحت عنده سيناريو في إيده لازم يخلصه، عشان كده لازم يقعد في اسكندرية عشان يجيب الفلوس لمصاريف الجواز. ربنا يتمم لهم بخير. يا رب. المهم طمنيني أنتِ أخبارك إيه؟ مفيش جديد. قضية الأرض هتنظر يوم السبت وحسن هيسافر لها. طب الحمد لله ربنا يطمنك. كويس انك جيتي، عاوز اتكلم معاكي. خير؟ فريد السيوفي ماله؟ ايوه وجدان، مبروك يا ست، كسبنا القضية. انا جاي على طول، حجزت في اخر طيارة. الله يسلمك. معقولة يا وجدان؟ فأنا بقول لك خدنا حكم لصالحنا وكسبنا القضية. تقومي تعيطي كده؟ عشان عشت الحلم. حلم إيه؟ إني آخد حكم بالعدل في قضيتي. خايفة تموت مع الزمن. طب أنا عندي فكرة. أنت تروحي لعم رضوان يمكن يكون خف ويقول أي كلام نستشف منه أي خيط جديد يفيدنا. خايفة أروح ألاقيه ما بيتكلمش زي ما هو. أنا شايف إنك تروحي له. على الأقل تطمني على حالته. يبقى هروح له. ست وجدان والله بركة إنك أنت جيتي، ده أنا كنت عايزاكي ضروري. خير؟ حصل حاجة؟ اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي، وأنا هقول لك على كل حاجة. اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اتفضلي. هو عم رضوان موجود يا حبيبتي؟ اطمني، ما انا كنت هكلمك عشان اقول لك. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. فين رضوان؟ راقد في اوضته بقاله مده، بس يا ضنايا اليومين دول كل مدى في النازل، بيتشنج يا حبيبتي من غير سبب وبيقعد ساكت باليومين. ممكن اشوفه؟ طبعا يا حبيبتي ممكن تشوفيه، بس اقعدي معايا شويه لغايه ما يصحى، اصله نايم دلوقتي. ممكن اسالك سؤال؟ هو ما بيتكلمش في اي حاجه؟ لما بيحاول يتكلم الكلام بيقف في زوره. انا كده مش ممكن اسكت قبله، ده لازم يروح لدكتور، لازم يتعالج. والدكاتره هيقولوا ايه غير اللي قالوه قبل كده؟ وجدان هاني، معاك التقرير اللي طلع بيه من المستشفى؟ للاسف لا، انا ما كنتش تريانه بنفسي في الفتره دي. قلتي لي انك اتكلمتي معاه مره او مرتين، بس ما كانش بيكمل الكلام. ودلوقتي مراته بتقولي ما بيتكلمش خالص ومش دريان بحاجة. يعني من الصعب انه يتكلم. صدقني يا دكتور، انا اللي يهمني دلوقتي انه يخف. يعني مش يهمك انه يتكلم؟ اهم حاجة عندي دلوقتي انه يخف وبعدين يتكلم. يبقى لو سمحتي تجيبيه هنا العيادة وانا هكشف عليه وبعدين نقرر هنعمل ايه. حاضر يا دكتور. يا بنتي ما قلتيش انك جاية ليه؟ على الاقل كنت جيت ساعدتك في شيل الشنط دي. سيبك بقى من الشنط والحاجات دي،
تصوري معايا كده يا سلمى وانا واخده اجازه وقاعده جنب مدحت اقرا معاه السيناريو واقول له رايي وهيئ له جو مناسب وهادي عشان يعرف يكتب ويبدع كده. سلام عليكم. عليكم السلام. تعالي يا وجدان احضرينا. ايه خير؟ تعالي شوفي الامل اللي قلتك فيها. على فكره وفاء دي فكره مجنونه انا ما انصحكيش بيها. ليه بقى يا سلمى؟ هو في ايه بس؟ تصوري يا وجدان الصحفيه المشهوره اللي قطعت شوط في شغلها عايزه تاخد اجازه دلوقتي عشان الناس تنساه. قال ايه؟ عشان تقعد جنب سمات حت وتشوف طلباته. مش بذمتك ده جنان؟ تاخدي اجازه ليه يا وفاء؟ انت مش اتفقتي مع المجله انك تبعتي لهم شغلك من اسكندريه؟ اصل بصراحه يعني عايزه اتفرغ لمدحت وبس. اصل المنتج قال له انه هيبقى من اكبر كتاب السيناريو في مصر وانا يعني عايزه اقف جنبه واساعده واعيش لطلباته هو وبس. واضح ان وشك حلو عليه. ما تتصوريش يا وجدان سعادتي بمدحت قد ايه، علشان كده قلت له انت تقعد تكتبه بس. يا سلام، يعني انت من دلوقتي عايزه تشيلي من عليك كل المسؤوليه؟ طبعا يا سلمى طبعا. اصلك ما تتصوريش المنتج كان طاير قد ايه بالحلقات اللي مدحت سلمها له وقال له تخلص المسلسل ده وتبتدي في الجديد. ايه الشنط دي كلها؟ هو مدحت ما جاش معاك ليه؟ لا ما هو وصلني تحت ومشي علشان عنده ميعاد مع المنتج. يعني انت كده خلاص جبتي كل هدومك؟ اه وسلمت اوضتي في بيت الطالبات خلاص وعليكم بقى تستحملوني لحد ما اتجوز. اوضه حازم فاضيه ومستنياكي. يلا يا سلمى ادخلي معاها ساعديها في شيل الشنط. حاضر. بقولك ايه؟ المهم طمنيني عملتي ايه؟ بكره هتعبك معايا هنودي عم رضوان للدكتور. الأستاذة وجدان إله يسعدها يا رب ويخليها. هتوديك لحكيم عشان يديك دواء يقويك. حكيم ليه؟ هو أنا عيان؟ أنا أسفة يا سلمى أخرتك معايا. أخرتيني على إيه بس يا وجدان؟ على استلام رفدي. السلام عليك يا عم رضوان. وقت تاني انت جاي لي من غير سياده المستشار. تفضل. خير يا دكتور؟ انا قلت لمرات عم رضوان تاخده وتستنانا بره لحد ما اعرف نتيجه الكشف. شوفي يا استاذه وجدان حاله المريض حاله صعبه. المهم ممكن يتعالج. احنا هنعمل اللازم. الحالة دي احنا بنسميها في الطب عندنا صرع غير مرئي. صرع؟ وهو ده اللي بيتسبب له في النوبات اللي بتجيله لما بتحاولي تسأليه عن الحادثة. أنا مش عاوز أسأله عن أي حاجة، أنا كل اللي يهمني إنه يخف. طيب يا دكتور لو هو صرع غير مرئي زي ما حضرتك بتقول وكله طبعا في الآخر بإيد ربنا، بيتهيألي ممكن يخف ولا إيه؟ إن شاء الله هيخف. احنا أولا هنعمله رسم مخ. ثانيا هنعمله بكرة أشعة مقطعية وممكن نعمله رنين. اعمله كل اللازم يا دكتور وانا مستعده لدفع مصاريف العلاج. هو ملوش تامينات؟ تامينات واحد. هو كان بيشتغل عندنا. يعني نقدر نقعده في المستشفى ونعمل كافه الاجراءات اللازمه؟ طبعا. طيب يا دكتور لو تحب حضرتك ندفع اي حاجه دلوقتي من تحت الحساب احنا مستعدين. لانكم عائله محترمه انا مش عايز اي حاجه غير تدفعوا مصاريف علاجه. وانا متبرع باتعابي. الله مكان هنا جميل قوي يا خالي خصوصا بالليل. لا وحالي بيساعدني اني اركز في الابحاث اللي بكتبها. الحقيقه مكان بديع قوي بس بيني وبينك زهقت منه وعايز اغيره. نفسي اعيش زمن غير الزمان. معقول يا خالي حضرتك اللي بتقول الكلام ده؟ اه يا ابني اصل حياه البني ادم ليه عامله زي الارض محتاجة كل يوم والتاني تتقلب. صح يا خالي. طب أنا دلوقتي عندي إحساس التقليب اللي حضرتك بتتكلم عليه ده. عندي فكرة جريئة مجنونة سميها زي ما تسميها. فكرتي إيه يا سيدي؟ مصنع. مصنع؟ مصنع أصنع فيه المسمار وأتخصص فيه. المسمار؟ إشمعنى المسمار يعني؟ ليه؟ سألتني ليه؟ علشان يبقى عندنا صناعة مصرية وطنية نقدر نصنعها في بلدنا بدل ما نستوردها من الخارج. مسمار؟ طب منين هجيب رأس المال وفين هتعمل المصنع؟ بالنسبة للفلوس اطمن
انا عندي شويه فلوس كده مش بطلين في البنك يخلوني اقدر اشتري حته ارض في العين السخنه. العين السخنه؟ اشمعنى يعني؟ لانها منطقه حره هتعفيني من الضرايب وتسهلي التصدير. الله، مش فكره مجنونه بقى، دي فكره مدروسه. يعني الحقيقه انا عامل شبه دراسه جدوى، لما استكملها هعرضها على سعادتك. عارف احلى حاجه فيك ايه؟ انك بتقلب الارض بحماس. هما مش بيقولوا الواد لخاله؟ انا عندي نفس الحماس ده. الله، هو حضرتك بتقلب الارض اليومين دول كمان ولا ايه؟ يعني احنا خفيف كده. بس انا مبسوط قوي، مبسوط ان جوايا احساس بيقول لي غير حياتك يا زهدي. شوف يا خالي، بخبرتي الصغيره اتبع احساسك، لان اي احساس جديد بيسعد صاحبه. وانت بقى سعيد بفكره المصنع؟ ها، يعني هو مش المصنع بس، يعني احساس تاني جميل واسمر كده. عارف وملاحظه وحاسس بيه، واتمنى بقى انه ما يبقاش احساسه بس، لا يتحول لحقيقه. انا كمان بتمنى انه يتحول لحقيقه، بس انا مش عارف اذا كان احساسي بس ولا احساسها هي كمان. قرب وقرب. حاضر، قرب. اسف يا بنتي اني بقول لك امضي على الاستقاله. انا مش بستقيل يا فندم، انا بتوفر. سيبك من الاسماء، استقاله، توفير، رفض، مش هو ده الموضوع. امال ايه الموضوع؟ قدر وقع على دماغنا. لا يا فندم، ده مش قدر، ده بفعل فاعل. فضلوا يقولوا لنا ان الشركه بتخسر لغايه ما اخدوا حق تصفيتها وبيعها. صدقيني يا بنتي، لو الموضوع ده قاسي عليكي إيراد فهو قاسي على اللي زيي في سني 24 إيراد. انتي لسه شابه، مستقبل قدامك، واكيد هتلاقي شغل. لكن واحد زيي بعد خدمه 24 سنه ويقولوا لي استغنينا عن خدماتك لان الشركه اتصفت، وهنقدر لك نهايه الخدمه بقرشين، دول هيتصرفوا في سنه ولا في سنتين، وبعد كده هنقعد على باب الله. لا يا فندم، ما تقولش كده. ولا اقول ايه؟ مش هي دي الحقيقه؟ فعلا هي دي الحقيقه، الحقيقه المره. ربنا بقى يقدرنا على مواجهتها. حق يا رجاء، على راي المثل، اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل. معقول؟ انتي اللي هتقفي جنب فريق في الانتخابات؟ اللي يقدم السبت يلاقي الحد يا حبيبتي. انا لما اقف جنب فريق في لحظه مهمه زي الانتخابات هيحطني فوق راسه من فوق، هيعرف انه ملوش غيري في الدنيا. ده غير اهم حاجه. ايه هي بقى؟ مصلحتي. مصلحتك؟ مصلحتك في ايه؟ لما يبقى نائب في مجلس الشعب هيسهل لي شغلي. شغلك؟ شغلك ايه؟ لا لا لا، استني، ما تقوليليش. اكيد هجيب لك زباين لسنتر التجميل بتاعي. طول عمرك هيفضل تفكيرك محدود. طب ما تنوريني. هو انا لما افتح سنتر في الغردقه مش هبقى محتاجه له مكان احدث صيحه في عالم التجميل والرشاقه؟ انت عارفه بقى الستات في مصر بتتسحب باي حاجه مستورده. احياني منك كده بقى، المحكمه نورت. طول عمرك يا حبيبتي وانت عارفه من اين تؤكل الكتف. غصب عني. غصب عنك؟ غصب عنك ليه؟ لاني فاقده الامان مع فريد. حاسه ان في حاجه في حياته غامضه انا ما اعرفهاش، وجوايا احساس اكيد ان في حياته واحده ست غيري. انا قايمه. ليه بس؟ مش معقول يا رجاء، كل ما نقعد مع بعض انا وانت تقولي في واحده تانية في حياه فريد. امال انا بقى اعمل ايه؟ اعمل ايه وانا متاكده ان في حياه هشام ثلاثه مش واحده؟ هاتيني اهو ساكته، عامله فيها طرشه وعاميه وخارصه. ما انا يا حبيبتي مش زيك اللي كان نزاهم على قلبي قد كده. تعرفي لو قلت له هيقول لي اذا كان عاجبك. بس انت برضو يا الهام ماسكه اسرار جوزك في ايديكي، لكن انا عايشه على اوهام، جايز تطلع حقيقه جايز لا. تسمعي كلامي؟ عيشي على انها لا. فرغي مشاريعك اللي هي راس مالك الوحيد في الدنيا. عندك حق. انتي مالك بتعيطي كده ليه؟ غصب عني. ليه اللي حصل؟
استلمت ورقة الاستغناء وخدت شيك نهاية الخدمة وخلص اتحلت على المعاش. وإيه جديد؟ ما انت عارفة الموضوع ده من مدة. عارفة بس اللي بحصل مش قادرة استحمله. تخيل يا وجدان أبقى في السن ده واطلع على المعاش، يعني خلاص أعيش من غير أي أمل في المستقبل. أنا كده انتهيت. لا انتهيتي ولا حاجة، شغلانة تروح وشغلانة تيجي، انت لسه في عز شبابك. عموما ما تشيليش هم، شدة وهتزول. المهم دلوقتي أنا بكرة هروح أصرف الشيك عشان أديكي فلوس لعمر أدوان. قبل الفلوس أنا عاوزاكي تيجي معايا النهاردة، عملوا الأشعة المقطعية لعمر أدوان وعاوزين نروح للدكتور عشان نطمن منه. لا لا فريد، انت ما بقتش عاجبني على رأي ولاد البلد. الله الله على الجد، والجد الله الله عليه. ده خلاص يا فريد ما بقتش مركز في شغلك. انا مش فاهم كل ده عشان ايه. طلبية يعني مواصفاتها مش بالملي ابقى مش مركز في شغلي؟ طبعا انت سايب شغلك للرجال اللي تحت ايدك، اللي ينفذ صح واللي ينفذ غلط. انا بصراحة اضطريت اداري عليك وطلبت تشكيل لجنة، واتفقت طبعا مع اللجنة على العمل اللازم. معلش يا عم استحملني شوية، انا تعبان. انا عارف انك تعبان بس انا مش موافق على استمرارك في التعب ده. بقى فريد حتة واحدة تسيبك وتهرب تعمل فيك كده؟ انت اصلك عمرك ما حبيت. عايز تفهمني انك حبيت؟ تصور يا عم. كذاب كداف في اصل وشك، لانك لو لقيت الست ديت ونزلت اللي في بطنها هترمي عليها يمين الطلاق، لانها خلاص مش هتبقى لازمانك. لا هو ممكن يعني بس المهم الاقيها الاول، واخوها كمان اللي هربان ده ما بينيمنيش الليل. الواد ده انساه خالص، ده زمانه خرج بره مصر كلها. وبورع اللي اختفى فجاه، ما هو فوزي اخر مره كلمه بطريقه ناشفه وقال له خلاص اما يبقى عندنا شغل هنبقى نبعت لك. يا ترى انت فين يا نورس؟ لسه حامل ولا نزلتيه ولا بتعملي ايه بالظبط يا حبيبتي يا نورس؟ واخرتها يا بنت اختي هتفضلي قاعده كده لا متجوزه ولا متطلقه ولا عارفه اللي بطني ده هسميه باسم مين؟ هكتبه باسم ابوه طبعا. ازاي ان شاء الله؟ ورقة الجواز معايا يا خالي. ولو ده دلوقتي محدش يقدر يكتب اي عيل الا اذا كان ابوه موجود. خالي اذا كنت زهقت مني قولي. استغفر الله العظيم انا برضه زهقت منك. انا بس يا بنت اختي كنت عايز اطمن عليك. وانا كمان يا خالي عايز اطمن على نفسي، بس امتى وازاي مش عارف. ربنا يا بنت اختي يريح قلبك يا رب. طلع زي ما انا قلت، صرع غير مرئي. يعني ممكن يخف؟ ان شاء الله هيخف، احنا هنعمل اللازم والباقي على ربنا. معنى كده يا دكتور ان هو هيفضل قاعد في المستشفى؟ لا خالص، هو هيتعالج في البيت بالادويه اللي هتساعده على انعاش الذاكره. يعني ممكن في يوم من الايام يا دكتور يفتكر اللي فات؟ طبعا طبعا، بس ده هياخد وقت، يعني ممكن شهرين ممكن ثلاثه مع العلاج المستمر. يا دكتور لو هو محتاج انه يقعد في المستشفى احنا مستعدين. يا ريت يا دكتور. اطمني، حالات زي دي كتير خفت ورجعت لحالتها الطبيعيه. المهم المواظبه على العلاج وعلى الحقن اللي انا هكتبها له لازم تتاخد كل يوم. انا مستعده اواظب معاه على علاج. لا مش للدرجه دي، انتوا بس تفهموا مراته انها تحافظ على مواعيد العلاج وخصوصا الحقن. من الناحيه دي اطمن يا دكتور. خلاص بكره ان شاء الله انا هكتب له تصريح بالخروج، وتعالوا خدوه. طب يا اخي قول سلام. ما عادش فيه سلام. خير يا علي في ايه؟
اترقيت في شغلي. طب وهو اللي يترقى يحزن كده؟ بركة يا أخي إنك اترقيت. ده شلوت لفوق. مش فاهم. تعالى فهمك. نقلوني الإدارة العامة للإحصاء. مش فاهمة. يعني أنت خلاص ما بقتش في إدارة التعرف الضريبي؟ لا طبعًا. بقول لك رقوني، نقلوني الإدارة العامة للإحصاء. يعني إيه؟ أنا برضو لسه مش فاهمة. أنا كل اللي عايزك تفهميه إن جوزك عينيه مفتحة ودانه مطرطقة وعقله صاح، والمفروض إنه يبقى أطرش وأخرس وأعمى، ولأنه بيشوف الغش وما بيسكتش عليه، والمفروض إنه بيكشف المستخبي، يبقى جوزك لازم ياخد جزاه عشان ما يفتحش بقه تاني ويتكلم. إزاي؟ يديله شلوت لفوق والاسم إنهم بيرقوه، والحقيقة بيسجنوني في إدارة. إدارة أقعد ساكت فيها ما اتكلمش، كل اللي أعمله إني أشرب شاي وقهوة وأقعد ساكت وأقرأ الجرنان وأنام، أنام وأشبع نوم. الحمد لله أنا كده فهمت. فهمتي؟ فهمتي إيه؟ فهمت إن جوزي له أخرس ولا أطرش ولا أعمى، جوزي عقله صاحي ما بيسكتش. يعني أنت مش زعلانة من اللي حصل؟ كنت هزعل لو ما عملتش اللي عملته. تعرف ليه علي؟ لاني عارفاك، عارفه انك لازم تنام وانت ضميرك مستريح، تنام وتشخر وتصحيني طول الليل. اقوم اقول لك يا علي وطي صوتك، الجيران هيصحوا. يا سلام، ما انت كمان بتشخري. وما شخرش ليه؟ ما انا بعمل كل اللي يرضيني ويرضي جوزي ويسعد ولادي، واقفلكوا على شعره من راسي. ربنا يخليك ليا يا وداد أم منير. ويخليك ليا يا علي يا أبو عيالي. أما العيال فين صحيح؟ ولا يكونوا عند عمتهم زي كل مرة؟ إحنا هنا يا بابا، يا أحسن أب في الدنيا دي كلها. ربنا يخليك لينا يا بابا. ويخليكوا ليا ويقووكوا على المذاكرة كده وتنجحوا وتسعدوني. بابا أنا عايز جزمة جديدة وبنطلون جينز. اعمل لك بقى كوبايه شاي احسن، انت تعبتي معانا النهارده قوي. لا خليكي قاعده لحد ما تيجي سلمى وتجيب معاها الادويه. الهي ما نتحرم منكم ابدا يا رب. بس انا اللي نفسي اعرفه، رضوان هيخف ويرجع زي ما كان الحادثه؟ حادثه ايه؟ مفيش يا اخوي، مفيش حادثه ولا حاجه. مفيش دادي يوسف الموضوع ده. معلش هستأذن انا بقى، عشان اتأخرت قوي. على ايه؟ على ايه؟ على سيادة المستشار، ده مستنيني من الصبح. انا عاوزك تستريح وعاوزك تاخد الدواء. ليه؟ هو انا عيان؟ لا دي شوية مقويات بس. انتي وديتيني الحكيم؟ انا عشان بعزك عاوزك تخف. بس انا مش عيان. الحمد لله. بقول لك ايه؟ المرة دي انت جيتي لوحدك، المرة الجاية لازم تجيب سيادة المستشار معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقيتي الدواء؟ الدواء والحقن كلها من صيدلية واحدة. الحمد لله. بس المهم أنا اتفقت مع الولد بتاع الصيدلية إن هو هيجي كل يوم الساعة 8 يدي الحقنة لعم رضوان. نعم. حد بيقول رضوان؟ احنا ما نستغناش عنك يا عم رضوان، بس انا عاوزه منك طلب تاخد الادويه بتاعتك كلها بانتظام. ما انا قلت لك انا مش عيان. دي شويه ادويه مقويات علشان صحتك تبقى عالي. المهم دلوقتي طريقه العلاج كلها في الادويه، وخليت الصيدلي يكتب لك على كل علبه ميعاد الدواء بتاعه. حاضر. احنا هنستاذن بقى وان شاء الله هاجي اطمن عليه. انت يا ست وجدان، الدكتور بيقول ان العلاج هياخد شهرين ثلاثه. انا مش هسيبكم، هاجي دايما اطمن عليه. بس اهم حاجه ان هو ياخد العلاج في ميعاده عشان ربنا يشفيه. يا رب يا رب اجي المره الجايه الاقيك بخير يا عم رضوان. برافو
برافو عليك يا ولدان كده تمام. اهو انت بالشكل ده تبقي عملت اللي عليكي. كان لازم اعمل كده. عم رضوان حالته تعبت وبقت صعبه قوي. انا مش فاهمه ازاي ما فكرتش من الاول انه لازم يتعالج. حقيقي كنت في منتهى الانانيه. دي مش حكايه انانيه. انت قدامك هدف ومركزه عليه. قدامي هدف اه، لكن امشي في انهي طريق عشان اوصل له مش عارف. شوف عم رضوان خطوه للوصول للهدف، لانه لو اتكلم وان شاء الله هيتكلم هيبقى ده اول الطريق. تعرف يا حسن، ساعات بحس ان انا عامله زي الحصان اللي مغمين عينيه الاتنين عشان ما يشوفش غير طريق واحد. هو ده الموضوع اللي انا كنت عايز اكلمك فيه. موضوع ايه؟ وجدان. وجدان؟ ايوه وجدان. انت محتاجه تهدي وتروقي وتبصي حواليكي عشان ما تبقيش زي الحصان اللي مجمعين عينيه من الناحيتين زي ما بتقولي. صدقني يا حسن انا بحاول، لكن اعمل ايه؟ الهدف اللي بجري وراه مسيطر عليا. لا يا وجدان، مش لازم يسيطر على كل حياتك، حياتك ليها حق عليكي. بعد ما اطمنت ان عم رضوان ممكن يخف ويتكلم هبتدي اركز بقى شويه مع الولاد، وعاوز اسافر لحازم ابني طمن عليه. مش بس كده، انت محتاجه للراحه والهدوء. ماما بكره ان شاء الله بروفا الجنرال بتاعت المسرحيه بتاعتي، عايزاكي بقى تيجي تشوفيني عملت ايه. حاضر من عيني. مالك يا ماما؟ مالي ايه؟ انا كويس. لا شكلي في حاجه تعبتك. تعرفي يا حنان، لما تكوني بتعومي في البحر وفجاه الموج يعلم وانت وسط الميه تعملي ايه؟ اخبط رجلي في الارض جامد واطلع تاني على وش الميه. اهو ده اللي امك دلوقتي بتحاول تعمله. انا حاسه بيك يا ماما، انت مش عارفه تنسي موضوع بابا ده ابدا. انا لو نسيته هو مش بينسيني، مكتفني. مكتفك يا ماما؟ وهفضل مكتفه لحد ما اعرف الحقيقه وافك الحبال اللي حوالين رقبتي.